وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سيدة آمال بن سيدي ولي الشيخ عبد الله تؤدي جولة اطلاع وتفقد للإدارات والمصالح التابعة للقطاع. الزيارة شملت مكاتب المستشارين والمكلفين بالمهام ورؤساء المصالح اللوجستية والفنية والمالية وقاعة الأرشفة والمعلومات وإدارة المصادر البشرية ومديرية البحث العلمي وإدارة التعليم العالي. كما زارت الوزيرة مديرية التعليم العالي الخصوصية التي تشهد توسعة لمباني إداراتها المختلفة، حيث تلقت عرضا تفصيليا من المسؤولين حول مهامها، وعاينت الوزيرة عن قرب سير الأعمال بهذه الإدارات والمصالح المختلفة، وتلقت شروحا حول طبيعة العمل وطرق سيرها. وأعطت الوزيرة توجيهاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل وسيابيته بما يضمن تحقيق مصالح مراجع الوزارة. هذه زيارة قمنا بها اليوم للاطلاع على أوضاع الإدارات وبعض المؤسسات اللي تابعة للقطاع، وكانت فرصة لحث الموظفين على احترام أوقات الدوام الرسمي والعمل على تقريب الإدارة من المواطن. كانت فرصة لي لأني نأكد أهمية الاستقلال الأمثل للموارد البشرية والمادية الموجودة. هي زيارة تفقد وتوجيه له لمختلف الإدارات التابعة لقطاعها، ترمي إلى تسريع وتيرة تنفيذ مخطط الوزارة الهادف إلى الرفع من جودة مستويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا ومواكبته لمتطلبات العصر.